برواق لاتولي 21 بالدار البيضاء افتتح المعرض التشكيلي المرآة الصامتة للفنان مبارك بوحشيشي، ويضم هذا المعرض الذي سيمتد إلى غاية 26 من أبريل المقبل 23 عملا تشكيليا تتوزع بين لوحات كبيرة الحجم وأخرى متوسطة غالبيتها ذات خلفيات صفراء. أقدم في هذا المعرض الذي أسميته اخترت له كاسم المرآة الخرصاء أو التي لا تتكلم، يعني كالتساؤل عن مدى تواجدنا، مدى اندماجنا، مدى تقبلنا للآخر. ويبصم الفنان القادم من مدينة تحناوت القرية الشهيرة التي تبعد عن مراكش بحوالي 30 كيلومترا عبر لوحاته وتشكيلاته اللونية وعبر رسوماته وإنشاءاته، يبصم عن إحدى التجارب التشكيلية الأكثر أهمية والأكثر معاصرة بالمغرب.